مساحتنا الطبية اللي بيستنوها كتار سالي اليوم رح نحكي فيها عن فوائد التعرض للشمس للمرأة وتحديدا المرأة الحامل. شو هي الفوائد من التعرض للشمس وبأي وقت وبأي نسب أيضا وخاصة بفصل الصيف؟ لنحكي أكثر عن هالموضوع معنا الدكتور شادي خلوف أخصائي بالتوليد والجراحة النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك سالي. هلا. اشتقنا لك. هلا زينب. هلا. هلا. يسعد صباحك. هلا. دكتور. هلا. يعني عن جد اشتقنا لك مثل ما قالت زينب. بدنا نحكي نحن هلا بفصل الصيف وقديش مهم التعرض لأشعة الشمس. بدنا نحكي بشكل عام أهمية التعرض لأشعة الشمس. هلا نحن صرنا يمكن كل الناس عم يعني صارت عندها فكرة عن فيتامين دال وعم تروح تحلل فيتامين دال. صح. عن أعراض فيتامين دال، عن المشاكل. صح. فيتامين دال اللي هو سببه إنه نحن صرنا شعب ما منشوف الشمس بشكل عام، ما منمشي أوقات اللي فيها شمس ممكن نستفيد منها، ما بنتعرض للشمس ابدا، وبالتالي اي حدا عم يروح يعمل تحليل فيتامين دال فعم يطلع عنده الفيتامين دال ناقص وعم ياخذ فيتامين دال لحتى يخفف من الاعراض. فلذلك هذا الموضوع موضوع مهم سواء عند صبيه ولا سيده ولا حامل. هلا اذا بدنا نركز اكثر عند الحامل، نقص الفيتامين دال اعراضه مو بس اللي بنعرفها اللي هي الخمول، ممكن البدانه، ممكن هر الشعر واعراض اخرى، لا ممكن حتى يكون له تاثير نوعا ما على الاخصاب. في بعض حتى الدراسات بتقول انه ممكن نقص الفيتامين د الحاد يكون مؤثر على الاخصاب. هلا فلذلك مشان نطلع من فكره انه هذا الموضوع عم ينحكى فيه تجاريا، لا هو فعلا طبيا علميا له قيمه وله اهميه. فلذلك التعرض للشمس بالمعنى الـ يعني الضروري هو يعني لازم لكل حدا لاي حدا. هلا بالذات للسيده الحامل. هلا يمكن الشروط اللي بتنحكى علميا للاستفاده من الشمس واللي هي انه لازم هالصبيه او السيده تقعد بالشمس بين 12 والأربعة بعد الظهر لمده على القليله نص ساعه لثلاث ارباع الساعه، واغلب الجسم يكون مكشوف، صعبه شوي، ولكن نحن بيكفينا نحن يكون عندنا نص ساعه باليوم عم نشوف الشمس فيها بتعرض كامل. وبالتالي نحن يعني صرنا مقصرين بهذا الموضوع، بالقعده بالمكاتب، بالقعده باماكن العمل، حتى لما بنقعد بنروح على المطاعم فنحن بنفضل نقعد بالفي، وبالتالي يعني الاثر الايجابي للشمس عم يكون قليل. نعم اكيد دكتور. يعني بنحس هلا 70% من الشعب السوري مع نقص فيتامين د كله يمكن. ايه فبتحسك انه كمان يعني المكملات الغذائيه لفيتامين د عم ياخذوها الناس حتى من دون الرجوع للطبيب او مزبوط. التحاليل مزبوط. يعني خوفا من نقص او بعض الاعراض يمكن التعب او الارهاق. خلينا نحكي اليوم بما انه عم نحكي عن اهميه فيتامين د، امتى مثلا لازم الواحد يحس حاله انه لازم يروح يعمل تحاليل ويتجه للطبيب؟ يعني شو هي الاعراض لنقص فيتامين د خاصه للمراه حامل. طبعا هلا الخمول عم يكون هو اهم عرض الحقيقه. البدانه احيانا ممكن يكون سببها مو سبب الاساسي ولكن احد اسبابها هو نقص فيتامين د. يعني لما بتجي صبيه ولا سيده بتقول انا عم عاني من خمول شديد ومالي يعني مالي حيل حتى ارفع كاسه المي، اذا بنطلب مني طلب بالبيت فانا يعني بحاول طنش قد ما بقدر، فبلشت عندي زياده وزن رغم انه انا اكلي ما زاد. يعني لازم من بين الاستقصاءات اللي احنا بنطلبها انه يكون فيتامين د احد هي الاستقصاءات. هلا يمكن الظروف الحاليه ارتفاع تكاليف المعيشه وبالتالي تكاليف المخبريه او اللوازم المخبريه بخلي كلفه الفيتامين د عاليه، يمكن مو كل الناس يقدروا يعملوا. صحيح. فانا رغم هيك هلا بين قوسين ولو عم نحكي على تلفزيون معلش ياخذوا فيتامين د ولو بشكل وقائي اذا ما عندهم فكره، اذا مجموعه الاعراض الطبيب قال لهم انه تتناسب مع انه يكون هذا المشكله هي مشكله. نعم. نقص فيتامين د افضل من انه نضل يعني هاملين حالنا نضل بلا ولا شيء. البدانه يعني هي ناتج رئيسي لانه بصير في ضعف بالاستقلاب وهذا اللي بيعمل الخمول، وبالتالي هالسيده ما عم تقدر تحرك، اي اكل عم يفوت على جسمها ما عم تقدر تستقلبه بالشكل الكامل. نعم. يعني دكتور رح نتابع حديثنا معك ولكن رح ننتقل لتقريرنا اللي بيحكي عن فوائد اشعه الشمس وبنرجع مع الدكتور شادي. يا
يعتبر أنسب وقت للتعرض لأشعة الشمس هو من الساعة 8 حتى الساعة 10 صباحاً ومن الساعة 4 حتى الغروب، وتعد أشعة الشمس المصدر الأهم لفيتامين D3 وهو من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان في عملية نمو العظام. تزيد أشعة الشمس من مستوى مادة اليروتونين المسمى بهرمون السعادة، وهذا الهرمون مسؤول عن الإحساس بالرضا وتخليص الجسم من الكآبة، خصوصاً إذا ترافق مع ممارسة التمارين الرياضية. كما أثبتت بعض الدراسات أن التعرض لأشعة الشمس يخفض نسبة الكوليسترول في الجسم ويعمل على الوقاية من داء السكري ومرض الزهايمر والذي يصيب الجهاز العصبي. كما يسهم التعرض الكافي لأشعة الشمس في تليين المفاصل المتصلبة والوقاية من العديد من السرطانات. دكتور، يعني مثل ما شفنا بالتقرير عم نحكي عن فوائد فيتامين دال واهميته بجسم الانسان. نحن بفصل الصيف، كثير من العالم استنوا فصل الصيف طبعا، وكثير من العالم تاثروا بعزل الصحي لكورونا، قعدوا بالبيت ما طلعوا ابدا، هذا الشيء المهم حتى مع اولادهم 100%. هذا الشيء اثر كمان عليهم نفسيا وجسديا، خلينا طبعاً نقول طبعاً. رح نحكي عن هذا الشق، وفي شق ثاني بنحكي عنه هلا، المسابح اللي العالم عم تروح وتقصدها وخاصه صبايا يعني، فخلينا نحكي هلا. هلا فترة الكورونا او جائحة الكورونا كانت تستلزم يعني خليك بالبيت، وبالتالي اصلا كان هو في جزء من الجائحة بلش باواخر يعني باواخر الشتاء اول الربيع، صحيح، وبعدين بداية اواخر الربيع وبداية الصيف، صح، وبالتالي هذا البقاء بالبيت زاد حدة الموضوع، صح، زاد عدم التعرض للشمس، وبالتالي صار في مشكلة بهالقضية. مشان هيك أنا بقول إنه أي حدا عنده الأعراض اللي إحنا حكيناها يراجع طبيب. إذا شخص له إنه يعني نقص فيتامين دال هو وارد جدا، بيقدر يعمل تحليل أكيد بيكون أفضل حتى نقدر نراقب نحنا كيف تطور الحالة وهل في استفادة من حب فيتامين دال ولا لا. إذا ما بيقدر معلش ياخذ فيتامين دال وقائي، لأنه بيضل أفيد بكثير إنه بلا ولا شيء. مثل ما حكيت إنه حتى بموضوع الخصوبة نحن فيتامين دال صار له قيمة. هلا حتى عند الحوامل الموضوع الفيتامين دال كمان مهم جدا، إنه يعني صرنا مجددا بالدراسات إنه خلينا ناخذ فيتامين دال حبة أسبوعيا حتى ندعم السيدة أكثر. هلا بيأثر على الجنين دكتور؟ لا ما في أقول إنه بيأثر على الجنين، بس الحامل أنشط، الحامل استقلابه أفضل، وبالتالي أنا بالحمل اللي هو خاصة لما بيكون يعني ذروة الحمل بفترة الصيف بهدول ثلاثة شهور، الحامل تبقى عندها معاناة شديدة، بتلاقي عندها لهفة وقلق وخوف وما عندها قدرة على النوم، تعب شديد، تورم بالأطراف. فأنا خليني أدعم لجسمها باللازم مثل ما قلنا بالمتممات الغذائية ومنها فيتامين دال، حتى أنا تهتم أكثر، تتعرض للشمس شوي ما عليه، يكون عندها حركة شوي باليوم ضمن الفترة المقبولة من الشمس، ما أطلع الساعة 3 بعد الظهر وبدي أمشي بالشمس نص ساعة لأستفيد، أكيد صعب كتير درجات الحرارة عالية. بس خلينا نقول نحنا لما درسنا برا كنا نشوف نقص فيتامين دال بشكل هائل، كنا نقول إنه إحنا ما عم نشوف هون عنا ناس، هذا السبب دي صرنا نشوفهم، لأنه إحنا صرنا عاداتنا شوي يعني غربية بجزء له علاقة بالحركة وقلة الحركة منا. نحن بلاد الشمس يعني، ونحن بلاد الشمس اللي كانوا بيحسدونا على أنه إحنا ما عنا هاي المعاناة ولا عنا هاي الآراء. نعم دكتور شادي، يعني معلومات كتير دقيقة ومهمة فدتنا فيها. أيضا بس قبل ما نختم مع حضرتك بدنا نصائح لجميع اللي عم يتابعنا، وخاصة قديه كمان مهم إنه نحن نهوي البيت، في عالم ما طبعا بتفتح الشباك ولا بتخلي الشمس تفوت على البيت، قديه كمان هذا الشيء مهم. يعني أهم نصيحة إنه لا نهرب من الشمس. الشمس هي شيء مفيد، شيء له أهمية، مفيد لما بتتعامل معه باعتدال، ولما بتقعد تحت الشمس ساعة أكيد هذا بيكون له أضرار، بس بالاعتدال بالتعامل معه لا، هو أكيد مفيد جدا تعرض للشمس. إذا عنا بالبيت مكان فيه شوية وهج خلينا نقعد فيه ونستفيد منه،
واكيد دائما درهم وقايه خير من قنطار علاج، والصحه أكيد. والسلامه للجميع. اكيد دكتور، نحن بنتشكرك كثير، ودائما بنقول الشمس دائما بتقول من زمان الرومان بيقولوا هي علامه الوضوح طبعا والامل والتفاؤل طبعا. فاكيد خلينا نستفيد منها، خلينا نستفيد منها. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك دكتور شادي. شكرا لوجودك معنا.